أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من بانوراما الساعة. في بانوراما الساعة لهذا اليوم لابد أن تكون حاضرة الجريمة البشعة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون بحق الطفل علي دوابشه، والذي أحرق جسده وهو حي ليرتقي شهيد طفل في عمر الورود، يتم حرقه وقتله بهذه الطريقة البشعة أمام مرأة ومسمع العالم، ودون أن يتحرك هذا العالم لما يرتكب من جرائم بحقنا كفلسطينيين من قبل المستوطنين الذين يحتلون الأرض الفلسطينية ويقيمون مستوطناتهم فوقها، رغم أنها جريمة حرب، وباعتراف العالم الاستيطان في حد ذاته جريمة حرب، إلا أن المستوطنين ما زالوا يعثون الفساد في الأرض الفلسطينية بحق كل من يتنفس الهواء ويقول أنا فلسطيني فوق هذه الأرض، هو عرضة لجرائم هذا المستوطن الحاقد. للحديث عن هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها المستوطنون من حين إلى آخر بكل دم بارد، أريد أن أستضيف الأستاذ فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح معي هنا في الاستوديو للحديث عن هذه الجريمة. بداية أستاذ فايز، كيف يمكن أن يقرأ هذا المشهد من قبل الشارع الفلسطيني ومن قبل السياسي الفلسطيني؟ يعني أولا التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان. يعني نحن نعبر عن ألم وحزن كبير، وهذا ما ينتاب حقيقة الشارع الفلسطيني سواء كان مواطن عادي أو سياسي أو يعني أي إنسان فلسطيني في أي مكان، وأعتقد كل إنسان حر شريف حقيقة شعر بحزن عميق وألم شديد اتجاه هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بدم بارد من قبل القطعان المستوطنين، الذين طبعا يمتلكون من القوة ما لا يمتلكه أحد، وهم يحظون برعاية رسمية من حكومة الاحتلال وحكومة تل أبيب وعلى رأسها نتنياهو، الذي يريد يعني في كل الأحوال أن يدعم المستوطنين من جانب ويحاول أن يدين أعمالهم من جانب آخر. ولكن في كل الأحوال هذه الجريمة البشعة الجبانة التي ارتكبت بحق عائلة دوابشة، سواء الشهيد الرضيع رحمة الله عليه الذي قتل عمدا وحرقا، أو باقي أفراد عائلته الأم والأب والشقيق الذين لا زالوا يعني على الأقل يعانون ألم هذه الجريمة. ليس فقط ألم هذه الجريمة، هم مصابين. نعم. هم وبالتالي هم يعانون ألم سواء استشهاد ابنهم، وأعتقد أنهم بيعرفوش. يعني الأم نسبة 85% الحروق في جسمها، وأعتقد أنها غير قادرة يعني على التمييز في ظل هذه الإصابة الخطيرة جدا، يعني تعد في في في, في وضع حرج جدا. نتمنى أن تجتاز هذا الوضع الحرج، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، ولكن يعني هذه الجريمة هي جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي لا زال إما صامتا أو إما يعني يدين أو يجب على استحياء، في حين أنه قادة إسرائيل نفسهم وصفوا الجريمة بالإرهاب، لأنه يعني يريدوا أن ينظفوا سجلهم يعني من ناحية أخلاقية وناحية إنسانية، وأن لا يعكسوا هذا الإرهاب على حكومة الاحتلال. الحقيقة أن حكومة الاحتلال هي من يتحمل هذه المسؤولية. إذا كان هذا العمل هو عمل إرهابي وبهذه البشاعة وبهذه الوحشية، لماذا لا تحرك أساطيل يعني الدول المنادية بالحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان، والتي تتحرك لنصرة قضايا هنا وهناك؟ يعني فلماذا بحجة مكافحة الإرهاب؟ أليس هذا إرهاب؟ وباعتراف الجميع في إرهاب أبشع من ذلك، هذا أمر مستهجن وهذا أمر مستنكر، وسيبقى هذا العار يلاحق المجتمع الدولي طالما وقف صامتا أو منددا فقط أو شاجبا لمثل هذه الأعمال. إحنا أيضا يعني مش طمعانين فيهم كثير، لأن عارفين حدود إمكانياتهم والعلاقة الخاصة لإسرائيل يعني ببعض الدول المهمة على المجتمع الدولي، سواء
الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة بريطانيا أو غيرها من دول العالم، يعني مش هيحركوا لنا الأساطيل ولا ما إلى ذلك، ولكن على الأقل يعني عقابها سياسيا أو اقتصاديا حتى يشعروا بأنه في هنالك غضب دولي اتجاه استمرار ارتكاب هذه الجرائم. وهذه مش الجريمة الأولى، يعني الجرائم بالآلاف، واحنا لسه لازالت صور الحرب ومشاهد الحرب فقط العام القادم او العدوان الاخير على قطاع غزة لازالت حاضرة. نعم. مئات الاطفال احرقوا في بيوتهم. نعم. وهم في اسرتهم او في احضان امهاتهم. نعم. والرجال والنساء والشيوخ والكبار اما قتلوا حرقا او ذبحا او خنقا او ما الى ذلك في هذه الحرب. يعني اسرائيل ترتكب عمل بربري ووحشي منقطع النظير، وبالتالي مطلوب موقف جدي من المجتمع الدولي. انا على المستوى الشخصي اشعر بحزن عميق كباقي كل ابناء الشعب الفلسطيني، ولكننا في حركة فتح نؤكد ان هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، وهذه الدماء الزكية الطاهرة التي سالت من هذه العائلة وهذه المعاناة لن تذهب هدرا، والشعب الفلسطيني لن يعدم الوسيلة في الرد على الاحتلال الرد المناسب بحجم هذه الجريمة البشعة. يعني لابد أن يكون هنالك رد على المستوى السياسي، على المستوى القانوني، على المستوى الشعبي، ونأمل أن تكون وسنسعى لذلك أن تكون هذه الجريمة البشعة الشرارة التي سيتم من خلالها تصعيد الانتفاضة الشعبية لمواجهة خطر المستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به حكومة إسرائيل من أعمال إجرامية في كل الأراضي الفلسطينية. كيف تقرأ ما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان أبو العنين، والذي استنكر هذه الجريمة وقال أنها مشهد يقشعر له البدن، وقال أصرخ بعالي الصوت يجب أن نوفر السلاح وألا نتحمل مسؤولية قتل أطفالنا؟ يعني حماية شعبنا الفلسطيني واجب، واجب على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى دولة فلسطين وحركة فتح، يعني تعمل بكل قوة من أجل توفير هذه الحماية، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك. صحيح. هل توفير السلاح رجال الأمن هل توفير السلاح في الضفة الغربية هو الحل الوحيد؟ يعني هنالك وسائل عديدة، سواء توفير السلاح للمواطنين في مثل هذه المناطق النائية طبعا، أو على الأقل تشكيل لجان شعبية، تشكيل لجان شعبية كما كان على غرار الانتفاضة الأولى. وهذا ما نقصده، أنه هذه العملية الجبان البشعة، هذه الجريمة اللا أخلاقية اللا إنسانية ستكون دافع أساسي وشرارة لاندلاع انتفاضة على غرار الانتفاضة الأولى عام 1987. يشارك كل الشعب الفلسطيني، انتفاضة شعبية عارمة واسعة يشارك كل الشعب الفلسطيني فيها. سيتشكل في هذه الانتفاضة لجان شعبية لحماية أهلنا. أنتم تعلمون بأنه في بعض المناطق غير موجود قوى الأمن الفلسطيني فيها، ولا تستطيع أن تقدم الحماية للمواطنين، ولا تستطيع أن تمنع المستوطنين من الوصول إلها، لأنه من الناحية الأمنية المسؤول عنها الجانب الإسرائيلي. وبالتالي هذه المناطق يشكل فيها لجان شعبية على غرار الانتفاضة الأولى لمواجهة المستوطنين ومنع اعتداءاتهم والتصدي لهم ولممارساتهم الهمجية والإجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني 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 رغم بشاعة الجريمة ورغم لا إنسانية ولا أخلاقية هذه الجريمة، لكن أنا أقول بأن إسرائيل نفسها هي التي ستدفع ثمن هذه الجريمة، رغم حملات التي يحملها المستوطنون تدفيع الثمن لشعبنا الفلسطيني. لا، هم احنا نضحي ولا ندفع الثمن، احنا نضحي من اجل فلسطين، حتى عندما نقدم ارواحنا مثل عائلة دبابشي وكل العائلات الفلسطينية التي نستشهد لاننا ندفع ضريبة التمسك بالارض والهوية، التمسك بحق شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه الأرض، لا رحيل عن هذه الأرض، لا بأعمال حكومة الاحتلال التي يرعاها نتنياهو شخصيا، ولا بالأعمال الإجرامية التي يرعاها المستوطنون على أراضي الضفة الغربية. عهد الرحيل وترك هذه الأرض لقطعان المستوطنين لن يتم، هذه أرضنا سنتمسك فيها مهما دفعنا من ثمن. وبالتالي شعبنا الفلسطيني سيرد، وإحنا متأكدين بأنه إسرائيل ستدفع هذا الثمن على المستوى الإنساني، على المستوى الأخلاقي، على المستوى القانوني، وأيضا على المستوى الميداني، ولكل فعل رد فعل. بكرة عندما يطلع فلسطيني لينتقم لدماء هؤلاء الشهداء، إسرائيل ما تلوم القيادة الفلسطينية ولا تعتبر الرئيس محمود عباس أنه إرهابي ويقود الإرهاب،
لأنه الشعب الفلسطيني ساعة إذن يرد على إرهاب إسرائيل، وبالتالي عليهم أن يكفوا عن التحريض على القيادة الفلسطينية. هذا ما تقوم به حكومة إسرائيل عندما تحرض على السيد الرئيس محمود عباس، عندما تحرض على الشعب الفلسطيني، عندما يقوم نتنياهو ووزراءه بزيارة المستوطنات ويوفر الدعم لهؤلاء المستوطنين. هذا تحريض ودعم مباشر للمستوطنين ليقوموا بهذا العمل الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني. ومهما حاول نتنياهو تبييض صورته أو تنظيف صورته وصورة إسرائيل من خلال الإدانات الواسعة التي قام بها أو زيارة العائلة المصابة، أعتقد العار سيبقى يجلل ويلاحق حكومة الاحتلال وعلى رأسها نتنياهو. برأيك هذا المستوطن الذي يستبيح الدم الفلسطيني بكل هذا البرود للأعصاب، بكل هذه السادية في القتل، حالة تتكرر؟ يعني ربما في العام الماضي في مثل هذه الأيام وقعت جريمة أيضا اغتيال الطفل الشهيد محمد أبو خضير، والذي بعد ذلك أتت الحرب على قطاع غزة على إثر هذه الجريمة، أيضا الاعتداء كان في الضفة الغربية. هناك سيناريو يتكرر. هذا المستوطن من أين يستمد هذا الفكر؟ ماذا تختلف هذه الدولة عن النازية وعن ما يدعونه من تعرضهم للمحرقة التاريخي؟ ونحن يعني الكل يعلم أن اليهود في أوروبا تعرضوا لهذه المحرقة. بدنا نختلف على العدد؟ مش مختلفين على العدد، ولا بينتظروا أنهم يحرقوا 6 مليون فلسطيني؟ طب احنا في العام الماضي قدمنا 2500 شهيد، اغلبهم ما تحرق. نعم. يعني نحن لا نعلم كيف لشعب تعرض للحرق ان يمارس هذا العمل نفسه بهذه البشاعة وهذه الوحشية بحق شعب اخر. يعني هم بيعانوا من مرض اسمه الحرق وبالتالي يمارسونه بحق الشعب الفلسطيني؟ احنا ليس الشعب الفلسطيني من قام باحراق اليهود في اوروبا، وأوروبا عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له الفلسطينيين الآن من قبل هؤلاء المستوطنين ومن قبل حكومة إسرائيل. غير معقول أن يمارسوا هذا الأسلوب الوحشي اللا إنساني اللا أخلاقي. هناك كل الديانات فكر متكرر كل الديانات نهت عن استخدام الحرق كوسيلة للعقوبة وترفض هذا الأسلوب، فكيف لهم أن يمارسوا ذلك بحق الشعب الفلسطيني بهذه بدم بارد يمارسوا مثل هذه الجرائم؟ دعني أنتقل على الجانب الآخر. كيف لو كان هذا الطفل طفل إسرائيلي؟ يعني أنا فقط أريد كيف سيتناول الإعلام الإسرائيلي؟ أنا فقط أريد أن أنوه، سأجيب على سؤالك أخي سلمان، تفضل. ولكن المسؤول المباشر عن هذه الجريمة حكومة نتنياهو، استخدامها للتحريض ضد القيادة الفلسطينية وادعاءاتها المستمرة بأنه ليس هنالك شريكا فلسطينيا للسلام، بالرغم من أن السيد الرئيس محمود عباس ينادي صباح مساء بضرورة وأهمية استئناف عملية السلام على أسس تكفل تحقيق السلام وتكفل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. استمرارها في التحريض على القيادة الفلسطينية واستمرارها في دعم الاستيطان هو يحملها المسؤولية كاملة، مش حنحملها فقط لمجموعة رعاع وقطعان مستوطنين يعني معتوهين وجزء يعني لا أدميين حقيقة، أقل ما يوصف فيهم. ولو حد بيجي يعيش على أراضي دولة أخرى تعترف فيها هيئة الأمم المتحدة هذا لا، وإقامة مستوطنات وكرفانات وأعمال يعني مش معقولة بالمطلق. وبالتالي هذا انعكاس لصورة السادية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. أما لو كان الأمر يتعلق بإسرائيل، يعني أنا فقط بدي أذكر إسرائيل تناست في العام الماضي في أواخر الحرب عندما وصل عدد الشهداء في أواخر العدوان. نعم. لأنه أنا دائما بفضل وصف العدوان. نعم. لأنه حربة كأنه إحنا بالفعل يعني في فلسطين أو جيشين متقابلين. إحنا لا، عدوان، إحنا شعب أعزل ونؤكد على ذلك. نعم. والعالم كله يعلم ذلك أنه الشعب الفلسطيني شعب أعزل لا يمتلك أي سلاح جدي أو حقيقي، حتى السلاح اللي في أيدي رجال الأمن في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية هو سلاح يعني للدفاع عن النفس، سلاح شخصي، لا يصلح للاعتداءات، لا يزلنا دولة تحت احتلال ودولة تحت الاحتلال. نعم. وبالتالي إسرائيل تناست قتل 2500 شهيد في عدوانها البربري على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة العام الماضي، ولفتت انتباه العالم كله، أقامت الدنيا ولم تقعدها على مقتل طفل إسرائيلي في آخر الحرب. طفل إسرائيلي في آخر الحرب
علما بأنه قتل ما يزيد عن ثلث العدد الذي استشهد من أبناء شعبنا الفلسطيني، هم تجاوزوا 2500 من الأطفال، يعني أكثر من 500 شهيد طفل، ناهيك عن من قتل من الرجال الكبار في السن ومن النساء ومن الناس اللي قتلوا واستشهدوا في بيوتهم، كلهم يعني كلهم أبرياء تناست ذلك وأقامت الدنيا ولم تقعدها، ومؤتمرات صحفية ورئيس الدولة راح ورئيس الوزراء أجا ومؤتمرات صحفية في ما يسمونه بغلاف غزة، على أساس أنه قتل طفل إسرائيل، وبدت الكاميرات تصور وجريمة ولا إنسانية وكيف العائلة ما قدرت تشتنق ذوها طب هم أطفالنا مش بني أدمين؟ هو شعبنا. ولذلك نقول على إسرائيل أن تنتظر ردات فعل شعبية جدية وحقيقية، لن تفلت من عقاب شعبنا ولن تفلت من عقاب الفلسطينيين طالما أنهم استباحوا الدم الفلسطيني بهذه الطريقة وجرائمهم مستمرة بحق شعبنا، تهويد وأسرى له في القدس، تدنيس الأراضي الفلسطينية، واستمرارهم في سرقة أراضينا والتهامها في الضفة الغربية. تداعت لعقد اجتماع طارئ وسريع للحديث عن العملية الإرهابية. السيد الرئيس محمود عباس قال أن هذه الأعمال سببها الاستيطان، يعني ليس شخص المستوطن بحد ذاته، ولكن الجريمة هي الاستيطان، كونه موجود فوق الأرض الفلسطينية هو الدافع الرئيس لعمليات القتل التي ينفذها المستوطنين من خلال وجودهم اللا قانوني فوق الأرض الفلسطينية. يعني السلطة الوطنية أو القيادة الفلسطينية، نستطيع أن نقول في اجتماع اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية أيضا بالأمس بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، اتخذوا جملة من القرارات الهامة لمواجهة إسرائيل على كل المستويات، فيها المستوى القانوني من خلال التوجه لمحكمة لاهاي، وأعتقد بأن السيد وزير الخارجية الآن في طريقه لتقديم يعني شكوى في أمام محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والاستفادة من وجودنا أو كون أصبحنا عضو بعد توقيع على اتفاقية روما في محكمة الجنايات، بالإضافة إلى تحريك المجموعة العربية وجامعة الدول العربية لتقديم شكوى لهيئة الأمم المتحدة والمطالبة بتوفير حماية خاصة، ولكن الأساس في ما تقرر في اجتماع القيادة الفلسطينية هو العمل على تصعيد المقاومة الشعبية، والتي يجب أن تكون هذه الجريمة شرارة كما حدث في انتفاضة عام 1987 عندما انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى بعد دهس المستوطنين أو الإسرائيليين، دهس الإسرائيليون لمجموعة من العمال الفلسطينيين. هذه العملية أيضا يجب أن تكون شرارة لاندلاع مقاومة شعبية جدية وحقيقية تشمل كل الأراضي الفلسطينية، وأيضا ما تمخض عن اجتماع القيادة الفلسطينية من ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ويجب أن نكون صريحين في ذلك. إذا وشعبنا يتعرض إلى مثل هذه الجرائم البشعة، يعني يعتصر قلوبنا بل يمزق قلوبنا هذا الانقسام، لأنه بصراحة إحنا في عندنا خلل، في عندنا ضعف في أدائنا في عملنا في كل الأمور طالما الانقسام قائم، وإسرائيل تستفيد من هذا الانقسام، والمستوطنون وقادة إسرائيل يستغلون هذا الانقسام أبشع استغلال في تماديهم باستمرار الاستيطان وفي ارتكاب مثل هذه الجرائم. هو بس في الضفة الغربية، طب امبارح استشهد طفل فلسطيني في قطاع غزة في مدينة بيت لاهيا من آل القطاع، شمال القطاع من آل المصري. عمليات القتل في كل مكان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه لم يتوقفوا عن ارتكاب هذه الجرائم، وبالتالي أي مبرر لاستمرار هذا الانقسام علينا أن نخجل قليلا حقيقة أن يستمر هذا الانقسام، ونتمسك في قضايا ثانوية وحصص وما إلى ذلك، والشعب الفلسطيني يعني يستباح على مستوى كرامته، على مستوى حياته، على مستوى وطنيته، على مستوى أرضه، وبالتالي بطريقة همجية بشعة من قبل الاحتلال آن الأوان أن ينتهي هذا الانقسام مرة وإلى الأبد، وعلى حماس أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه هذا الانقسام حتى نتمكن من وضع النقاط على الحروف ونتفق على برنامج مقاومة جدي وحقيقي على كل المستويات، مقاومة على المستوى السياسي، على المستوى الشعبي، على المستوى الأمني، على كل المستويات، تجعل هذا الاحتلال مكلفا، تجعل هذا الاحتلال مكلفا وليس كما تريده حكومة إسرائيل،
كما تريده حكومة إسرائيل احتلال بدون تكلفة. لا، نريد أن يكون هذا الاحتلال مكلف كما كان في السابق، سواء في ظل الانتفاضة الأولى أو حتى في ظل الانتفاضة الثانية. اسمح لي على دكتور. إسرائيل أن تعلم أن استمرارها، رغم يعني أنه إحنا بنوجه إلى أنفسنا عتب ولوم كبير على هذا الانقسام، ونطالب حركة حماس بتحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد سريع. وهذه دعوة، إحنا ما عندناش استعداد نتوقف أمام إنهاء الانقسام دقيقة واحدة. إحنا جاهزين من الصبح لإنهاء هذا الانقسام. طالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا زلنا مصرين على تشكيل هذه الحكومة، ونأمل من حركة حماس القبول بهذه الحكومة حتى نضع صفحة نهائية أو نطوي هذه الصفحة بشكل نهائي، وهي صفحة الانقسام الأسود. ولهذا نحن نقول في هذا الوقت، في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم واستمرار هذه الجرائم بحق شعبنا، مطلوب منا أول خطوة إنهاء هذا الانقسام البغيض وتحقيق المصالحة. وحركة حماس تعرف الطريق جيدا لإنهاء الانقسام، لا عبر الشرق ولا عبر الغرب ولا عبر أي طريق آخر، هو عبر الاتفاق مع حركة فتح. لا شك، لا شك يا دكتور أن ضعف الصف الفلسطيني وانشقاق الشارع وبدائل وممرات هذا لن يحل الانقسام. انشقاق الصف الفلسطيني ربما أمر ما يجعل هذا المستوطن يستهين بمن يقف أمامه ويقوم بكل ما يقوم به دون الاكتراث لأي رد فعل. ولكن دعنا نتحدث الآن عن محكمة الجنايات الدولية ونية التوجه إليها للحماية. دكتور اسمح لي، هناك ردود فعل على المستوى الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والقنصل العام في القدس، قال أن الولايات المتحدة تستنكر بشدة جريمة الكراهية التي نفذها المستوطنون، ولأول مرة تستخدم كلمة أو عبارة جريمة الكراهية. إلى هذا الحد بالفعل الولايات المتحدة تدرك أن ما يقوم به المستوطنون ربما ينسف عملية السلام في الشرق الأوسط ولا يبشر بقرب نهاية لهذا الصراع وتحقيق حل للدولتين؟ يعني بصراحة أي إدانة إحنا بنرحب فيها، ولكن بنقول إنها غير كافية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية رعت عملية السلام لعشرات السنوات، ويعني دون أن تقف موقف جدي واحد يلزم إسرائيل باستحقاق عملية التسوية أو عملية المفاوضات، وبالتالي يعني إعطاء شعبنا الفلسطيني حقه. أولا فيما يتعلق بموضوع محكمة الجنايات، إحنا صحيح بنعتبرها موضوع مهم وخطوة مهمة على المدى البعيد، لكن إحنا مش متوقعين منها غدا أن تحاكم هؤلاء المجرمين. نحن متأكدين الموضوع سيأخذ وقت وبالتراكم، ولكن سلاح لابد من استخدامه، ولكن إحنا مش حاطين كل ثقلنا ومعولين عليه. إحنا يجب أن نعول على شعبنا أولا فيما يجب أن نعمل. قلنا إنهاء الاستيطان، تصعيد المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية، والرد على مثل هذه الجرائم البربرية بحق شعبنا الفلسطيني. هذا الأساس فيما يجب أن نتخذه من خطوات لمواجهة استمرار إسرائيل ارتكاب هذه الجرائم. أما على المستوى الأمريكي والمستوى الدولي والإدانات، فبالنسبة لنا نرحب بها ولكنها غير كافية. الآن مطلوب من المجتمع الدولي، وهذا حق للشعب الفلسطيني وواجب على المجتمع الدولي، هيئة الأمم المتحدة شكلت على أساس تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، هي هدفها الأساسي، وما دون ذلك كله مكملات. الهدف الأساسي حماية والحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. إحنا مش جزء من المجتمع الدولي، وإسرائيل اللي بترتكب هذه الجرائم أليست شخص دولي؟ ومطلوب من المجتمع الدولي ردعه وتوفير الحماية لشخص آخر هو الشعب الفلسطيني. إحنا يجب موقف جدي، وهذا بموجب القانون الدولي، مش إحنا مخترعينه. على الولايات المتحدة أن تكف عن المجاملات، وأن تكف عن مجرد فقط استخدام عبارات الإدانات، وأن تنتقل من هذا المربع إلى مربع الضغط على إسرائيل. وزي ما قلنا، طموحاتنا اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية محدودة، لا نطلب منها أكثر من فرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة نتنياهو حتى تشعر بغضب المجتمع الدولي، أولا اتجاه مواقفها من عملية التسوية ورفضها لمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى دولة فلسطينية، وثانيا لرعايتها الإرهاب
والمستوطنين في الضفة الغربية وتشجيعهم على ارتكاب هذه الجرائم. ما المطلوب من الاتحاد الأوروبي أكثر؟ إذا قرأنا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يقول أن المملكة المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المروع الذي قام به المستوطنين وتصفه بأنه عمل إرهابي ووحشي. ما المتوقع من المملكة المتحدة؟ نقدر هذا التصريح وبنثمن هذه الإدانة ولكن غير كافية. تتوقع أكثر من هذا التصريح في العلاقة مع إسرائيل؟ بريطانيا تحديدا تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية اتجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني نتيجة سياساتها وتسليمها. بدناش نعمل محاضرة تاريخية ولكن معروف انه بريطانيا هي من يتحمل المسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني وهي من سلمت ارض فلسطين للعصابات الصهيونية وسهلت لهم الاستيلاء على اراضي فلسطينية. على الاقل واجب اخلاقي كما تعمل بريطانيا. المانيا دائما تعبر عن ذنبها وعن ألمها وعن اتجاه المحرقة مع اليهود لتقوم على الأقل بريطانيا بعض الواجب اتجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمحرقة مستمرة يومية منذ 67 سنة. محرقة مستمرة لم تتوقف يوم واحد. لا يوجد يوم مر بدون شهيد فلسطيني. هو قتل حرق، قتل قطع، قتل ضرب، قتل حتى وإن قتل قهرا فهو شهيد. بأي طريقة من الطرق إسرائيل تقوم بمحرقة مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني. وبالتالي نحن نعتقد أخي سلمان بأنه موضوع الإدانات لا يكفي. على مستوى الاتحاد الأوروبي هنالك تقدم وإن كان يعني طفيف لأننا نقدره تجاه مقاطعة بضائع المستوطنين وما إلى ذلك، ولكن مطلوب مواقف جدية أكثر. حرمان هؤلاء المستوطنين من الدخول إلى أراضي أوروبا، معاقبتهم اقتصاديا وعدم التعامل معهم، مقاطعة حكومة إسرائيل سياسيا والطلب منها إنهاء استيطانها للأراضي الفلسطينية، تقديم مشروع لمجلس الأمن واضح وصريح على أساس قرار مجلس الأمن 242 بمعنى يعني اللي هو يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية واعتبار الأراضي اللي هي أراضي عام 1967 هي أراضي لدولة فلسطين كما هو معروف في القانون الدولي وبحسب اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال لهذه. يعني هنالك خطوات كثيرة. القيادة الفلسطينية نتمنى بكل جهد لتطوير الموقف، نتمنى ألا تمر هذه الجريمة. وإحنا لا ننسى أيضا أشقائنا العرب. إذا كنت يعني ستنهي الحلقة أخي سلمان كلمة بسيطة، تفضل. يعني أيضا إحنا بنعرف إنه هذه الجريمة التي أحرقت قلوبنا جميعا هي أيضا أحرقت قلوب كل العرب وكل المسلمين وكل الأحرار في العالم، كل من يتمتع بحس إنساني. ولكن مطلوب من أشقائنا العرب أن يمارسوا دور أهم ودور أكبر للضغط على الاحتلال. يعني نعم. بعض دول بالفعل هو من أجل على الأقل يعني العرب إزالة هذا الاحتلال وإزالة الاستيطان من على الأرض الفلسطينية منذ أن أقدم أيضا المستوطن على اغتيال المصلين في جريمة المسجد الإبراهيمي. وهذه الجرائم تتوالى ودون رادع لهؤلاء المستوطنين، وربما هذا الدافع الأكبر أمام ما يقومون به. اسمح لي أن أشكرك الأستاذ فايز أبو عيطة الدكتور الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة. أعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلين في حلقتنا لهذا اليوم، فاصل قصير ثم نواصل. دفيت كل المدن والهند والصين وخليت راسي فوق وما نزلت عيني، ومهما علي قست أيامك يا الدهر يكفيني كل الفخر إني فلسطيني. هو علمك وذنبك ونطيح فلسطيني منطيح،
يهزك ريح أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. ما زلنا متواصلين في بانوراما الساعة، وما زال المحور الرئيس هو جريمة قتل الطفل الفلسطيني البريء الشهيد علي دوابشي في أبشع أنواع الجرائم التي يمكن أن يسجلها ويوثقها التاريخ الإنساني. للحديث عن هذه الجريمة ما أيضا ما زال الآن ضيفي الأستاذ عصام يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان. أهلا بك. أهلا بكم أستاذ عصام. هذه الجريمة لا يمكن وصفها بأي كلمات اللغة العربية بشدة بشاعتها، كيف يمكن لمنظمات حقوق الإنسان أن تنظر إلى مثل هذه الجرائم التي تتكرر على الدوام من قبل المستوطنين الإسرائيليين؟ يعني أولا دعنا نتمنى الشفاء لذوي الطفل علي دوابشة، ندعو الله العلي القدير لأن يمن عليهم الشفاء، هم في وضع صعب وخطير الآن. نحن نتحدث ليس فقط عن جريمة وإنما عن فجور للجريمة. لماذا هذه الجريمة؟ أنا أعتقد أنها تظهر بشكل واضح جدا أنه طالما تم التعامل مع الاحتلال والمستوطنين على هذا النحو فإنما هو أسوأ قادم دون أدنى شك. هذه الاستباحة لأراضي ودماء ومزروعات الفلسطينيين، والآن طفل في مهده، طفل لم يبلغ من العمر عاما ونصف، يتم حرقه حيا في مشهد يتكرر كلاكيت للمرة الثانية، الشهيد أبو خضر والآن الشهيد دوابشة. وأنا أقول أيضا الأسوأ قادم. هذه ليست فقط جريمة بل فجور الجريمة، هي جريمة ترتقي إلى مصاف الجرائم الكبرى التي تستوجب ملاحقة من اقترفوها ومن أمر بها ومن وفر الغطاء السياسي والقانوني لها. العالم كله الآن اصطف لشجب هذه الجريمة، ولكن أنا أعتقد أن هذا غير كافي، لابد من اتخاذ إجراء فعلي. الفلسطينيون ناشدوا ضمير العالم على مدى عقود بأنه لم يعد بالإمكان التعايش مع هذه الحالة، سرقة أراضيهم ومصادرة ممتلكاتهم وتدمير مزروعاتهم والاعتداء عليهم، سقوط والعالم ينظر. وبالتالي المطلوب الآن الخطوة التالية. أنا أعتقد أن ما حدث يجب أن يكون علامة فارقة وافتراق مع ما سبقه من فعل سياسي وقانوني، ليس فقط من طرف الفلسطيني وإنما أيضا من طرف المجتمع الدولي. هذه قضية خطيرة، قضية كبرى. ما الذي سيختلف في هذه الجريمة؟ أنا أقول بأنه يجب أن يختلف بأن المستوطنات ابتداء هي غير شرعية، وبالتالي التعايش مع وجود المستوطنين في قلب الأراضي الفلسطينية كأمر واقع هذه مسألة لم تعد مقبولة أبدا. الاستيطان برمته غير شرعي، لا يوجد نصف استيطان شرعي وربع استيطان شرعي، مستوطنات مقامة بشكل غير قانوني ومستوطنات مقامة بشكل قانوني، المستوطنات كلها غير قانونية كلها. مصادرة أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها على النحو الذي تم على مدى سنوات، وفرت الدولة، أقصد دولة الاحتلال، كل السبل والإجراءات الإدارية والمالية والعسكرية والأمنية لمصادرة هذه الأراضي. وبالتالي نحن الآن نشهد مرحلة خطيرة لحسم القضايا الكبرى فيما يتعلق بهذا الصراع. وبالتالي المطلوب الآن إخراج هذه المستوطنات عن شرعيتها قولا وفعلا نظرية وممارسة، وإخراج المستوطنين عن أي مسوغ قانوني، وبالتالي هم موجودون، هم مخالفون لقواعد القانون الدولي. والاستيطان يعني هناك ثلاث قضايا مرتبطة بالاستيطان. الأولى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وبالمناسبة نحن نستخدم كلمة مصادرة الأراضي، هناك استيلاء، المصادرة أحد أشكال هذا الاستيلاء. هناك أشكال كثيرة جدا منذ العام 67 إلى يومنا هذا يتم من خلالها وضع اليد على أراضي الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم. وبالتالي الاستيلاء على الأراضي هذه مخالفة لقواعد القانون الدولي، هذه أرض محتلة لا يحق لكائن من كان التصرف بها ومصادرتها على النحو الذي رأيناه. ثانيا نقل السكان من دولة الاحتلال، نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، هذه مخالفة وصنفت جريمة حرب. هذه جريمة حرب كما يقول ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات، وكما تقول اتفاقية جنيف بشكل واضح هذا لا لبس فيه. هذه لا لبس فيه. وبالتالي المركز القانوني ابتداء للأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، ولا يجوز تغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية بأي حال من الأحوال. والقيام بذلك يعني أن هناك مخالفة، أن هناك جريمة حرب، وهذا برسم المجتمع الدولي. والقضية الأخطر هي عنف المستوطنين وإرهابهم بحق السكان المدنيين، هم جزء من منظومة دولة الاحتلال مهما ادعى الاحتلال عكس ذلك. وبالتالي هذه جرائم مركبة
تستوجب تحركا يعني فاعلا. انت لا تنقل اي فئه من هم محتلون بالاصل، انت تنقل الفئه الابشع والفئه الاكثر تطرفا وتضعها في مواجهه المدني الفلسطيني. هذا صحيح بالمعنى السياسي، ونحن نتحدث عن غلاة المستوطنين وغلاة مواطني دوله الاحتلال الذين يرون بان الفلسطينيين ليس لهم أي حق في ذلك، هي أرضهم، وبالتالي يعطون لنفسهم الحق الأيديولوجي والديني والمسوغ الأخلاقي للقيام بانتهاكات منظمة يقبلها المجتمع الإسرائيلي. من الذي وفر الدعم للمستوطنين والمستوطنات على مدى سنوات الاحتلال؟ هي الدولة، هي الاحتلال بمختلف مؤسساته القضائية والتشريعية والأمنية والسياسية. وهنا أذكر بأنه على الأقل منذ 10 سنوات لم يقدم أي من المستوطنين إلى العدالة، لم يتم محاكمة أحد في جرائم ارتكبت. الجرائم تتكرر والمشهد يتكرر يوميا على مرأى ومسمع من العالم. هل يعتبر هؤلاء المستوطنين أنهم من أوصل هذه الحكومة المتطرفة إلى سدة الحكم، وبالتالي يجب على هذه الحكومة أن تقابلهم بأن لا تعاقب أي أحد منهم، أن تطلق لهم العنان لممارسة جميع أنواع الجرائم التي تأتي على مزاجهم؟ لا شك أن الحكومة القائمة هي نتيجة وسبب، هي نتيجة لأن المجتمع الإسرائيلي يذهب نحو اليمينية أكثر فأكثر، وبالتالي هي حكومة تعبر عن الواقع المنحط أخلاقيا القائم الذي ينتخب هكذا حكومة، وبالتالي الحكومة عليها دفع فاتورة انتخابها. ولكن الأهم، أنا لا أرى أن هناك أن الاستيطان هو مرتبط باليمين. الاستيطان الذي ابتدأ الاستيطان في قلب الأراضي المحتلة هي حكومات العمل منذ العام 68 و69 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي الدولة بصفتها راعية لسكانها وكذا، يعني هي التي قامت ولا زالت تقوم بهذا الاستيطان بغض النظر عن اختلاف مكونات هذه الحكومة. تعالوا نكمل. الأستاذ عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، نكمل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم، فاصل قصير ثم نتابع.